السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم معنا بهذه التغطية الخاصة من قناة اليرموك لآخر التطورات الحاصلة في منطقتنا وفي إقليمنا. الحرب بدأت على داعش، والقوات المسلحة الأردنية تصدر بيان تؤكد فيه مشاركة سلاح الجو الأردني بهذه العمليات والطلعات الجوية التي كانت فجرة هذا اليوم، وضرب أوكار إرهابيين كانت تتخذ كمركز لانطلاق العمليات تجاه الأراضي الأردنية كما كان في البيان الرسمي. هناك أيضا تخبط فيما يتعلق بالموقف السوري. النظام السوري يقول بأنه تم إبلاغه عن طريق مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري، ثم قيل بأن عبر التلفزيون السوري بأن سوريا بلغت عن طريق العراق. المعارضة السورية بدورها أيضا رحبت بهذه الضربات لداعش، والتي قيل أيضا أنها شملت جبهة النصرة وكذلك كتائب أحرار الشام. المشهد معقد جدا ربما في المنطقة فيما يتعلق بداعش وهذا التحالف الضخم، 40 دولة ثم تطوروا إلى 60 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. ثم الحديث عن يعني ربط كل التطورات الحاصلة في منطقتنا، الهلال الشيعي، 4 عواصم عربية الآن يقال بأنها تحت السيطرة الإيرانية بعد انضمام صنعاء العاصمة اليمنية لها، العديد من التطورات والبعض يربطها حتى في روسيا وأوكرانيا وجزيرة القرم والصراعات الدولية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. تساؤلات عديدة، تعقيدات كبيرة في المشهد، سنحاول أن نفككها ونزيل الغموض عنها قدر الاستطاعة وقدر الإمكان مع ضيفي في الاستوديو الذي سيصحبني بهذه التغطية وأتشرف به، أستاذ العلوم السياسية دكتور أحمد سعيد نوفل. حياك الله دكتور أحمد، أهلا بك وأهلا وسهلا فيك. يعني يمكن كنا نحلل التطورات في غزة، حرب غزة، كان المشهد يمكن على الرغم من بعض التعقيدات إلا أنه واضح. الآن المشهد جدا معقد وغامض، وخاصة أن الحرب ابتدأت الآن. هل ترى دكتور بداية أنه حرب بدأت رسميا وستستمر يعني، أم أنه هي طلعات جوية وضربات وثم تهدئة إلى حين النظر بما هي التطورات القادمة؟ يعني حسب ما ذكر الرئيس الأمريكي قبل ساعات قليلة حقيقة تحدث على أساس أن هذا سوف تأخذ وقت طويل، يعني ممكن تأخذ أشهر أو سنين، على أساس يعني هذه الحرب على داعش هي ليست بالضرورة من خلال هذه الضربات الجوية فقط، هي هذه جزء من هذه بداية العملية، بداية الحرب. وأنا أعتقد أنه يعني الحرب غير كافية للقضاء على داعش في سوريا أو في العراق، على أساس أنه لا بد أيضا من محاصرة اقتصاديا وسياسيا إلى آخره. لكن المهم توقيتها الآن. يعني إحنا ما يهمنا نحن في الأردن، يعني لماذا تشارك الأردن في مثل هذه العملية؟ يعني هل هناك إجماع شعبي أردني؟ حقيقة لا أعتقد، يعني غالبية الشعب الأردني بمجموع يعني الشعب الأردني حقيقة لا ينظرون بعين عطف إلى داعش ولما تقوم به من أعمال حقيقة، يعني بعيدة عن الواقع وبعيدة عن أي بعد إنساني. لكن في نفس الوقت كان لابد أن يتم إخراج العملية بطريقة أفضل على أساس يكون هناك إجماع شعبي وتتماشى عمل الحكومة مع هذا الإجماع الشعبي. لكن أنا بذكر في هذا المجال عندما قامت القوات العراقية بالدخول إلى الكويت وصار في هناك تحالف الغربي مع الدول بعض الدول العربية، الأردن في ذلك الوقت الملك حسين رفض الدخول في هذا التحالف في حفر الباطن ضد دولة عربية العراق، تعرض إلى حصار في ذلك الوقت وعقوبات أمريكية عقوبات عربية بسبب هذا الموقف المستقل. لكن إجماع الشعب الأردني حكيت عنه وقته نعم استحمل هذه العقوبات حقيقة الاقتصادية. هذا كان موقف سجل في تلك الفترة على أساس موقف قوي، يعني النظام والحكومة والشعب تف حول هذه القضية وكان في إجماع. واعتقد لو تم اتخاذ يعني موقف غير هذا الموقف كان من الممكن ان يؤثر على الاستقرار في الاردن. الان الظروف اختلفت بلا شك، يعني حقيقه هناك اجماع ضد ما تقوم به داعش في نفس الوقت، لكن ايضا ان نبدا بهذا العمل بدون تهيئه الراي العام هذه في ظروف بالغه الحساسيه الان في المنطقه. انا اعتقد كان لابد من اخراجها بطريقه افضل. يعني هي الفكرة، يعني دكتور مبا كان هناك تخبط حتى تصريحات رئيس الوزراء قبل أيام ليس من فترة طويلة قال أننا لن نكون جزء من هذا التحالف، بنفس الوقت كانت تصريحات ملكية وحضور لقمة الناتو في يعني باريس ويعني العديد من التحضيرات التي كانت تؤكد أننا سنشارك بهذه العملية. الآن الرد الحكومي، احنا عشان ايضا نسمع يعني كلام حضرتك وردك على الرد الحكومي الذي يقال انه احنا بدنا نضرب الافعى في وكرها قبل ان تاتي الينا، وهو هذه كانت مراكز تنطلق منها عمليات ارهابيه الى الاردن وبالتالي نحن قررنا ان نضربها في مكانها قبل ان تصل الينا. حرب استباقيه في علم العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه في المشهد الحالي هذا ينطبق عليه يعني العلم
التبرير الحكومي الذي تستخدمه؟ يعني بصراحة هذا التبرير غير مقنع، لأنه كما يقال بالسياسة أنه هذه الحرب استباقية، وبالتالي أن يقوم الأردن بهذا العمل استباقي حتى لا تدخل مثل هذه العناصر إلى داخل الأردن. لكن أنا أعتقد أن من الممكن أن ينعكس بشكل سلبي، يعني ليس بالضرورة هذه الاستراتيجية الأردنية هي التي سوف تنجح في المستقبل. أيضا وكأنك أنت يعني أثرت هذا الطرف اللي هو داعش من أجل أن يقوم بأعمال ضدك داخل الأردن. جميل. وأنت لا تستطيع أن تأمن شر مثل هذه الحركات الإرهابية حقيقة. ولهذا كأنك بتلعب يعني وقت دبابير. عليك أن تتحمل نتائجها. عش دبابير. حقيقة عليك أن تتحمل نتائجها. وهم على يعني هم في العراق ضربوا في سوريا في لبنان. يعني من الممكن أن يؤثر ذلك حتى في المستقبل على الاستقرار. إذن القضية الأساسية الاستقرار والأمن في الأردن. لا بد كان الأردن أن يكون في معزل عن كل هذه التوجهات في المنطقة. يراقب من بعيد وفي نفس الوقت نحافظ على الجبهة الداخلية في الأردن. لكن أنا أعتقد القيام بمثل هذه العمليات بالتواطؤ مع الولايات المتحدة، ونحن نعرف السياسة الأمريكية في المنطقة غير مرغوب بها. هل هذا له ثمن يعني ثمن باهظ؟ أخشى أن يؤثر هذا على المدى البعيد. هذا يمكن على الاستقرار. يعني يطرح تساؤل وتساؤل مهم، هل نحن سندفع الثمن أم سنقبض الثمن؟ بدي أسمع إجابة حضرتك، ولكن بعد ما نتابع هذا التقرير الذي ربما يوجز لنا تطورات المشهد خلال الساعات الماضية، نتابع ونواصل هذا الحوار مع الدكتور أحمد سعيد نوفل. استيقظ الأردنيون اليوم على ضربة هي الأولى من نوعها لطيران الجيش السوري بعد تحذيرات عديدة للطرف الآخر والإجراءات الحاسمة التي اتخذتها القوات المسلحة الأردنية في مواجهة عمليات التسلل، حيث قال مصدر من القوات المسلحة إنه والتزاما من القوات المسلحة بمبدأ حماية الحدود، ومع ازدياد محاولات خرق الحدود وبشكل كبير خلال الشهرين الماضيين، اضطرت القوات المسلحة إلى توجيه ضربة جوية لعدد من المواقع التي تتخذها بعض الجماعات الإرهابية كمركز انطلاق لعملياتها تجاه الأراضي الأردنية. وأضاف المصدر إنه في الساعات الثلاثاء قامت تشكيلات من طائرات سلاح الجو الملكي الأردني بتدمير عدد من الأهداف المنتخبة والتي تعود لبعض الجماعات الإرهابية، والتي دأبت على إرسال بعض عناصرها الإرهابية لتنفيذ أعمال تخريبية داخل المملكة الأردنية، وعادت جميع الطائرات إلى قواعدها سالمة. من جانبه أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأردن شارك فعلا بتلك الغارات، معتبرا أنها جزء من القضاء على الإرهاب في عقر داره. الملك عبد الله الثاني قال للسي بي أس الأمريكية إن المشكلة مع تنظيم الدولة أنه عابر للحدود، فهو متواجد في سوريا والعراق، وهذا ما جعل المسألة صعبة بعض الشيء، وذلك من باب إيجاد حل للجزء العراقي من المشكلة والجزء السوري كذلك. وقال لا أعتقد بأن هنالك من يتوقع إرسال قوات أجنبية على الأرض، حيث إن مواجهة التطرف والإرهاب في العراق يجب أن تكون من قبل العراقيين، وفي سوريا من قبل المعارضة السورية المعتدلة. النظام السوري قال بتصريح له عبر التلفزيون السوري الرسمي بأن واشنطن أبلغته مسبقا بأنها ستستهدف الرقة، وفي الوقت الذي حثت فيه على استمرار الضغط على نظام الأسد رحبت المعارضة السورية بالضربة الأمريكية ضد تنظيم الدولة الإسلامية. فيما أكدت المصادر العسكرية الأردنية بأن القوات المسلحة وإذا ما تكررت مثل هذه المحاولات فإنها لن تتردد في توجيه رسالة حاسمة لتلك الجماعات في أوكارها، موضحة بأن أمن الحدود وسلامة المواطنين الأردنيين لن تكون محل مساومة وتهاون. مصعب الأشقر، قناة اليرموك. إذن يمكن دكتور تقرير أوجز ما كنا نتحدث عنه من الموقف الرسمي الأردني وهذه المشاركة. والآن دكتور في خبر عاجل، وبعد قتال دام بينهم لشهور ويعني معارك طاحنة بينهم، أعلنت جبهة النصرة الآن استعدادها للقتال بجانب الدولة بعد بدء هذا العدوان عليها. وأيضا كان هنالك تصريحات لقيادات من تيار السلفية الجهادية حتى الموجودين في الأردن من المنظرين العالميين لها والذين كانوا يتعاطفوا مع النصرة وكانوا يعني ضد داعش خلال الفترة الماضية، على رأسهم المقدسي وإياد القنويبي، أيضا أعلنوا تضامنهم مع الدولة ووقوفهم معها في هذا العدوان.
يعني كيف سيكون المشهد خلال الأيام القادمة في ظل كل هذه يعني التطورات؟ هنا الخطورة. يعني لما تأتي 5 دول عربية تتحالف مع الولايات المتحدة، أنا أعتقد أيضا هذه التنظيمات السلفية أو الجهادية حقيقة يعني تحالفت فيما بينها على الرغم من خلافات كبيرة، يعني في كادت أحيانا تحدث يعني معارك فيما صحيح. بينهم، ومع ذلك تحالفوا ضد مين؟ ليس ضد الدول العربية، ضد الولايات المتحدة. ولهذا يعني الولايات المتحدة مايسترو تقود. بالتالي الآن السؤال، يعني ضربنا داعش في سوريا، طب داعش موجودة في العراق، لماذا لا تجرؤ الدول العربية أن تضرب في العراق؟ هذا السؤال وجيه. يعني وجود القوة العسكرية لداعش في العراق أكثر بكثير مما هي في سوريا. طب هل ستستمر بعدم الجرأة على ضربها؟ يعني لا مهان. إذا توسعت بأول يوم. إذا توسعت الساحة. أعتقد كمان إنه يعني القضية إذا كلما زادت عمليات الضرب الجوي، كلما زادت أيضا من قدرة مثل هذه التنظيمات على الانفلات أو انفلاش داخل الأقطار العربية تهرب من هذا. الحدود يعني بما وصف الملك كمان وهنا الخطوره، يعني وكانك تريد ان تطلب من هذه القوى تعالي تحاربي في يعني في مواقعنا في اراضينا. هل من مصلحه الاردن ان نبدا مثل هذه المعركه؟ هل نحن مستعدين لها؟ يعني ايضا بهذا الموضوع يمكن اكثر شيء بهم الناس يعني وخاصه الشعب الاردني تاثير ذلك على الامن في الاردن. كان هناك تصريحات للعدناني الناطق باسم الدوله قبل ايام ويقول بانه يعني يطالب ويخاطب جميع انصاره بانه كل المواطنين التابعين للدول الكافره كما يصفها الامريكان والاوروبيين وخاصه منهم الاستراليا وكندا ويعني اوروبا والولايات المتحده الامريكيه هم هدف لكم. يعني هل ممكن انه يصبح ايضا المشاركين كلهم بالتحالف المواطنين وذكر انه عسكري او مدني هو هدف وركز على المدني بالضبط. يعني هل ممكن انه يعني نصير ايضا من ضمن الاهداف؟ وهي تخوفات. يعني هل وازننا القضيه من قبل ما نبدا هذه الخطوه؟ يعني بلا شك يعني صانع القرار حقيقة لابد أن يأخذوا هذه القضية بمحمل جد. يعني ليس يعني مش العملية هزلية، العملية هناك في خطورة من وقوف الأردن إلى جانب هذه القوى ضد داعش في سوريا. قضية يعني ممكن أيضا اللي في العراق أن يأتوا ويحاولون أن يلتفوا ويحاولوا أيضا أن يثيروا الشغب في الأردن. هناك قوى كما يقال يعني من قبل في بعض المناطق في الأردن توجد لهم بعض القوى. هل تصل لمرحلة خلايا النائمة؟ خلايا النائمة هذه لكن هل تملك الحاضنة الاجتماعية في الأردن برأيك دكتور؟ في بعض المناطق نعم. يعني لاحظنا أنه في بعض المناطق في الأردن رفعوا شعارات ورموز هذه القوى الجهادية ولا لا؟ في بعض المظاهرات يوم الجمعة ويعني أنا بعتقد القوى الأمنية في الأردن تعي جيدا مثل هذا الشيء. إذا كان لابد من التركيز كخطوة أولى على الجبهة الداخلية، تقوية الجبهة الداخلية بمختلف عناصرها، ساعتها هذه الحاضنة سوف تتخلخل. أما الآن في ضمن عدم وجود معلومات واضحة للشارع الأردني بالأسباب الحقيقية وراء دخول الأردن إلى جانب هذه القوى لضرب داعش في سوريا وليس في العراق، أنا بعتقد وكأننا نريد أن نجر أنفسنا إلى معركة نحن في الأردن غير مهيئين لها. وإحنا لغاية الآن يعني دكتور بنحاول نتصل بزميلك يعني في الأستاذ الأكاديمي الدكتور محمد المومني وهو الآن الناطق باسم الحكومة، ولكن لغاية الآن ما برد علينا. ويعني ما بعرف إذا خلال سياق الحلقة رد ممكن أيضا نستمع للرواية الرسمية ويعني رواية الحكومة وتبريرها لهذا الموضوع. لكن لو نظرنا للمشهد من نظرة أوسع يعني دكتور وربطناها بكل ما يحصل في المنطقة من تطورات وربطناها بما حدث في اليمن امبارح وسيطرة الحوثيين على العاصمة وإيران التي ربما في البداية لم تكن جزء من التحالف ثم جون كيري قال أنه رح نعطيها دورها سواء العسكري أو غير العسكري، كيف ممكن يعني نربط كل ذلك بما نشاهده بالإقليم توسع إيراني ونفوذ أمريكي وسيطرة الآن والمشروع الصهيوني موجود والدول العربية غائبة عن كل هذا المشهد؟ يعني لا مع الأسف يعني الدول العربية مش غائبة أخي الكريم، الدول العربية بتلعب لعبة يعني هي تمارس دور كتب لها أن تقوم به لكن هي حقيقة غير مهيئة لهذا الدور. ولهذا أحيانا إذا أخذنا في يعني حتى ممثل فاشل بلا شك يعني مش مهيئ، يعني ممثل قلت له خذ هذا الدور هو مش هيئ له لهذا الدور، لابد أن يستعد يعمل بروفات حتى ينجح. أنا شايف أنه حقيقة بعض الدول العربية لما دخلت في هذا السياق فقط من أجل محاربة داعش، يعني القضية مبالغ فيها. داعش هي قوة إرهابية موجودة لابد من محاصرتها وإلى آخره، كل الجميع متفق عليه، لكن برضو إعطاء مثل هذه القوة الخارقة سوبر في الأمريكان، الإعلام الأمريكي يستطيعوا دائما يعني بحر الأمور بهذا الخطورة أنه تشكل خطر على الأمن الأمريكي إلى آخره أو الغربي، لكن برضو هناك مبالغة.
يعني لابد أن نبحث أسباب وجود مثل هذه القوى الموجودة في العراق أو في سوريا. هل هي مرتبطة فعلا في المعارضة السياسية في سوريا لإسقاط النظام السوري أم هي ظهرت على فجأة؟ الجميع يعني أنا بعتقد رأي العام الأردني واعي ويعرف جيدا. صحيح. يعني مش معقول فجأة أصبحنا نتحدث عن داعش. لماذا داعش لم تطلق ولا رصاصة على إسرائيل وهي أحيانا كانت وصلت إلى الجولان قريبة من حدود فلسطين المحتلة؟ يعني كل هذه الأسئلة يعني لابد أن تطرح. في نفس الوقت عودة إلى البدء بهذه المعركة أو هذه الحرب على الإرهاب. الحرب على الإرهاب هي قضية عالمية، لكن برضو لابد كما يقال رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، لابد أن نعرف قوتنا وبالتالي أن لا ندخل في معركة غير مهيئ لها. أنت سألت سؤال يعني قبل الفاصل بخصوص ما هي إيجابيات على الأردن ماديا. طب يعني أنا بدي أخليها برضو أنا أجلتها وبدي أرجع أجلها كمان مرة إذا تكرم دكتور، ويعني أيضا ينضم إلينا الخبير في الجماعات الإسلامية دكتور محمد أبو رمان. دكتور محمد السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم دكتور، يعني تطورات متسارعة بشكل كبير، وقبل قليل أعلنت جبهة النصرة تضامنها مع الدولة في هذه المعركة، تأثير ذلك وما هو المشهد القادم برأيك في ظل هذه التحالفات الدولية والتحالفات أيضا ما بين الجبهة والنصرة، ويقال أيضا أحرار الشام انضمت إليه؟ يعني أولا هذه التداعيات كانت متوقعة تماما فيما حدث في سوريا، لأن الضربات الجوية استهدفت جبهة النصرة وداعش والكتيبة الخضراء ومجموعات أخرى صغيرة، بمعنى أن الضربات لم تميز بين هذه الفصائل. وبالضرورة مثل هذا الموقف الدولي والإقليمي سيستدعي ردا بنفس المقدار، لأنه الآن توحدت مصالح كل من داعش وجبهة النصرة، وربما أنا في تقديري أيضا معهم الجبهة الإسلامية متمثلة في أحرار الشام. هنالك قلق شديد لدى المجتمع السني في العراق ويكون الطرف المستفيد من هذه الضربات هو النظام السوري في سوريا وحكومة العراقية، ومن وراها طهران في إيران. لم تكن هنالك إشارات واضحة عميقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولا العرب ولا الدول الإقليمية بوجود أفق سياسي حقيقي لإخراج السنة من المأزق الراهن. فمثل هذه الأجواء ومثل هذا التسارع في العمل العسكري مقابل ترهل الحل السياسي، هذه الفجوة ما بين الجانبين العسكري والسياسي في تقديري سيكون مردودها سلبي بدرجة كبيرة جدا على المنطقة وعلى التفاعل المجتمعات السنية في العراق وسوريا مع الأحداث الجارية. نعم دكتور، يعني بمعرفتك لطبيعة تفكير يعني الجماعات الجهادية والسلفية الجهادية وخاصة داعش والنصرة وأتباعهم الآن في الأردن، هل إحنا فعلا نكشنا عش الدبابير وأصبحنا مهددين كمواطنين مدنيين حتى أردنيين بالإضافة أيضا لقواتنا المسلحة من أن نصبح أعداء واضحين ومباشرين لهذه الجماعات؟ أنا بتقدير هنالك مبالغة مزدوجة من طرفين، مبالغة من قبل الدولة في تقدير مستوى الخطر الذي تمثله داعش على الأمن الوطني الأردني من الناحية الإقليمية، بمعنى تمدد داعش إقليميا مدى أنه داعش تمثل خطر على الأمن الوطني الأردني من الزاوية الإقليمية. أعتقد على المدى القريب الأردن ليس ضمن أجندة داعش ولا أولوياتها ولا اهتماماتها الرئيسية، وليست الأردن منطقة جاذبة لداعش لأنها تفتقد إلى الصراع الطائفي المتوافر في سوريا والعراق وحتى في لبنان. الجانب الآخر، أنا تخوفي من الحرب الحالية الأمريكية على داعش لا ينبع من ما نسمع من اعتراضات من بعض الأصدقاء والزملاء من أن ذلك سيفتح عش الدبابير على الأردن، لأنه لا أعتقد أن هنالك مخاطر حقيقية وكبيرة، وإن كنت لا أستبعدها لكن ليست بمستوى الذي حدث في 2005 لأسباب طول شرحها، لكن ربما تكون هنالك ردود فعل عكسية كما دعت داعش أنصارها لاستهداف مواطني الدول التي تشن حملات تحديدا الدول الغربية، ربما تكون ردود فعل سلبية ولكنها على مستوى جزئي وصغير لا تصل إلى مستوى كبير. لكن ما يخوفني بالفعل من هذه الحرب ومن الثغرات الكبيرة والهائلة في الاستراتيجية الأمريكية اتجاه داعش هو ذلك المناخ الحاد والراديكالي الذي يمكن أن ينتشر بعد هذه الضربات، عندما يشعر أو تشعر المجتمعات السنية والشباب العربي بأن هذه الضربات جاءت لمصلحة طرف دون طرف،
وفي ظل ظروف ومناخات إقليمية سلبية. لا يمكن أن نفصل اليوم ما يحدث في صنعاء عما حدث في يحدث في العراق وسوريا عن هذا المناخ الطائفي، عن هذا التحشيد، عن انهيارات الدول والجيوش. أنا في تقديري هذه الضربات العسكرية بدون حلول سياسية ستكون نتائجها كارثية من حيث تسهيل وتعبيد الطريق أمام الفكر الراديكالي والفكر المتشدد كي يجتاح المنطقة. جميل دكتور، سؤالي الأخير يعني باختصار، هل الضربات الآن بدأت على مواقع داعش والدولة يعني بشكل عام في سوريا، هل ستستمر إلى العراق وتضرب مواقعها بالعراق خلال الأيام القادمة توقعاتك؟ بالضرورة ستكون هنالك، كما أعلنت الإدارة الأمريكية، ستكون هنالك وجبات من هذه الضربات بين الفترة والأخرى. الولايات المتحدة عدت نفسها إلى معركة معقدة، معركة طويلة، تحاول استنزاف داعش من خلال التفوق الجوي العسكري، والحديث هنا عن فترة طويلة تمتد فيها هذه الضربات وتستهدف داعش قدر الإمكان باستثمار الغطاء الجوي الموجود. ونقطة الضعف الحقيقية لدى الإدارة الأمريكية تتمثل في القوات البرية، سواء كان الأمر في العراق أو سوريا. نعم، شكرا جزيلا لك إذن الخبير في الجماعات الإسلامية دكتور محمد أبو رمان، شكرا جزيلا على هذا التحليل، وربما يعني أضاف لنا هيك بعض المحاور دكتور محمد فيما يتعلق ب يعني هذه الاستراتيجية الأمريكية التي ربما تخلق مناخ حاد لدى السنة. والمستفيد الأكبر هو هذا السؤال، من المستفيد دكتور يعني من هذه الضربات، وكيف سيتم التعامل مع ذلك خلال الأيام القادمة؟ نعم، يعني هذا السؤال، أنه حقيقة هناك مصالح أمريكية بالقضاء على داعش، وأيضا يعني ليس بالضرورة أنه الدول العربية تريد تقوية داعش، يعني برضه هناك مصلحة أردنية وعربية، لأنه حقيقة داعش يعني تجاوزت الخطوط. لكن في نفس الوقت المصالح الأمريكية ليس بالضرورة أن ترتبط مع المصالح الأردنية. أنا لا أريد أن تكون المصالح الأردنية مع المصالح الأمريكية، لابد أن نفصل. يعني نعطي مثال، يعني لماذا الولايات المتحدة لوحدها تقوم بضرب داعش في العراق ولا تطلب من الدول العربية غطاء عربي، بينما الجانب السوري تطلب غطاء عربي؟ هذه قضية على الصعيد الاستراتيجي مهمة جدا. يعني لماذا لا لم تطلب، يعني الولايات المتحدة لم تطلب من أي دولة عربية المشاركة، طلبت من فرنسا ذلك. طلبت من فرنسا من دول غربية مساعدتها في العراق. يعني يبدو أيضا كمان أن هذه قضية مرتبطة بإيران، بينما سوريا كدولة عربية للآن الأردن كان دائما يحاول أن يمسك العصا من المنتصر ولا يحاول أن يأخذ موقف معادي للموقف السوري. هل هذه الضربة بالتنسيق مع النظام السوري؟ أنا أشك في ذلك. يعني صحيح أنه بلغ كما تقول الإعلام السوري، لكن في نفس الوقت لا أعتقد بأن سوريا كنظام كان يعتقد بأن الدول العربية سوف تشارك بهذا عدوان على السيادة السورية. شيئا ما بين صحيح داعش داخل هذا النظام، لكن هم في الأراضي السورية. يعني كان مفروض برأيي أن الحصول على قرار دولي من مجلس الأمن الدولي لمحاربة داعش، ساعتها ممكن كما حصل في ليبيا أخذ قرار دولي وبالتالي الجميع وقف مع هذا القرار. الآن هل روسيا كانت يعني كان في تخوف روسيا ضد؟ بالتأكيد تخوف أمريكي من فيتو روسي جديد. نعم من هذا التخوف، بس برضو الشرعية الدولية لا تسمح للولايات المتحدة ولا لأي فريق عربي أن يقوم بمثل هذا العمل لوحده، حتى لو كان التحالف يضم 60 دولة من دول المنظمة للأمم المتحدة. مهما كان عندنا في شيء شرعية دولية في مجلس الأمن الدولي ولا قيمة للأمم المتحدة. يعني حتى قرار لو اتخذها في الجمعية العامة للأمم المتحدة برضها معقول، لكن هذا القرار قرار في مؤتمر للناتو واتفقوا عليه وبالتالي جاءت الدول العربية وافقت عليه. يعني قانونيا لا يجوز هذه القضية. طب أيضا قانونيا دكتور، هل تم إعلان الحرب؟ يعني نحن متذكرين بالعراق تم إعلان الحرب، يعني خرج بوش وأعلن البداية اليوم الحرب. اليوم يعني الرئيس الأمريكي أوباما تحدث صراحة عن هذه الحرب طويلة الأمد، أعلن بدايتها. يعني وأنا جاي على الاستوديو حقيقة سمعنا الرئيس الأمريكي تحدث صراحة أنه طويلة، وتحدث على أساس الدول العربية التي تقف معه وأن المجتمع الدولي كله يقف معه. هذه قديمة، لكن برضو هذا لا يعفي الإدارة الأمريكية والدول العربية التي شاركت في هذه العملية من الحصول على شرعي على غطاء دولي حتى لا تصبح بكرة هذه قضية عادية. هذا الشيء لا يجوز. إذا كان لابد من الحصول على قرار من مجلس الأمن الدولي بتنسيق ما بين جميع الدول العربية، أو على الأقل قرار من جامعة الدول العربية. يعني انت لاحظ العملية صارت بشكل ثنائي الولايات المتحدة مع هذا الفصيل هذا. طيب جميل، خلينا نعرف أكثر أيضا عن يعني الخفايا في داخل مطبخ القرار الأردني حسب التوقعات والتحليلات، وينضم إلينا النائب السابق دكتور ممدوح العبادي. دكتور ممدوح السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم دكتور، إذا ابتدأت الحرب والأردن أعلنت مشاركتها الرسمية على الرغم من تصريحات لرئيس الوزراء يعني قبل أيام فقط من أن الأردن لن يكون ضمن هذا التحالف. شو تبعات ذلك يا دكتور على الأردن، المواطن الأردني الآن اللي بسمعنا، يعني هل في خوف علينا على الأمن على الاستقرار؟ شو مصلحتنا من المشاركة بهذه الحرب دكتور؟ يعني مجرد ما أنه الأردن اجتمعت مع الدول العربية في جدة وقسم من الدول العربية في جدة ومن ثم أكملتها الاجتماع الذي حدث في باريس، دخلت الأردن في هذا يعني الجهة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة داعش نتيجة أسباب كثيرة. تعلم ما عمل داعش في الآونة الأخيرة، ليس كبقية التنظيمات الجهادية المختلفة، يعني هذه جعلت الأردن جزء من هذا التحالف، وبيصرح انه ما لنا علاقه لا يجوز ان تعوضوا في تحالف، دخلت في تحالف انت بدك تكون تساعد هذا التحالف لوجستيكيا اخباريا عسكريا كل هذه الامور. طبعا القلق الوحيد الذي يجري في الاردن مدى انعكاس هذا الاصطفاف في الموقف الامريكي ضد داعش والدول الأربعين دوله اللي اجتمعوا ضد داعش، هذا يطلب منا كأردنيين أن نكون متماسكين متحدين في صف واحد ضد أي انعكاسات سلبية على هذا. أخي أنا أرى بأن طيب بس أنا دكتور إذا سمحت يعني بس عشان تكون الفكرة أوضح، يعني أنت تطالب بجبهة أردنية موحدة مع هذا العدوان على داعش؟ لا ليس مع العدوان، ضد أي لا ضد أي ناس بدهم يعتدوا على الأردن، داعش أو غيرها. لأنك أنت ترى يعني داعش تقول انه بعد ما ننهي شغله سوريا والعراق الباقي سيكون الاردن والسعوديه، وبدات حتى على لبنان اذا تسمع الاخبار جديدا. لذلك انت تقول بان هذا التنظيم يعني الذي يقود شيء غريب على الاسلام الذي نعرفه، يقود شيء غير طبيعي. صحيح الحاضنه السنيه في العراق هي التي اعطت القوه لداعش، لانه الحكم عزمان المالكي بحزب الدعوه تاعه كانوا من ناس يعني طائفيين عنصريين أبعد. نعم همشوا السنة وظلموهم وبالتالي. أنا بقول لك شغلة، نعم. لا يجوز تحت أي بند من البند أن يمثل هؤلاء الناس الإسلام. يعني طيب دكتور أنا دكتور سؤالي إذا ممكن يعني هيك باختصار، بعرف المشهد معقد لكن إذا بنحاول نختصر، مين المستفيد؟ يعني إحنا رح نستفيد من هذه المعركة التي شاركنا بها والدول العربية ستستفيد، الدولة العراقية والدولة السورية أيضا سيستفيدوا من هذه المعركة؟ يعني أنا بعتقد أنه داعش يعني أبلت بلاء حسنا في تفتيت الدولة السورية والعراقية، لأنه هذه الحركة الجهادية التي تقول عن نفسها جهادية، وأنا أعتقد أنها بعيدة عن الجهاد الحقيقي، لأنه ضربت هي جزء من القاعدة، وأنت تعلم ما هي القاعدة التي ضربت في عمان وضربت في إسبانيا وضربت في اليمن وضربت في نيويورك ولم تضرب حجرا على إسرائيل. يا أخي كيف أنا مش قادر أستوعب أنه هذه حركة جهادية إسلامية تقوم بكل شيء، تستطيع أن تخترق كل العقود الأمريكية والفرنسية. يعني إحنا بهاي الحرب دكتور ممكن نقضي عليها تماما وننهي هذا الخطر، ممكن نقضي عليها بحرب. بس الخطر الحقيقي عندنا إحنا، أنا قناعتي الخطر الحقيقي علي أنا ليس داعش وغير داعش، الخطر الحقيقي عندي إسرائيل. يعني جميل. أنا طيب. عندي جميل جدا. الخطر شكرا. الحقيقي الصهيونية. نعم. وأنا يعني عندي إحساس واتهام لداعش أنها قريبة من الصهيونية وليس شيء آخر. وليس لها علاقة بالتنظيمات الإسلامية المحترمة التي تعج فيها الأمة العربية والإسلامية. جميل. لذلك نحن يجب أن نكون واضحين بهذا الموضوع. نعم. يا ريت إنهم هذولا عندهم جزء. طيب. غزة 50 يوم تحت الإصرار، ما طلع ولا بيان من داعش يؤيد غزة ويؤيد حماس ويؤيد الشعب الفلسطيني الذي يقاوم. أين أنتم؟ يعني لا يأخذنا الشعار لا إله إلا الله ونمشي من تحته وهو يعني قد يكون أبعد ما يكون على الإسلام وطبيعة الإسلام. شكرا جزيلا. شكرا لك يعني الوزير والنائب السابق دكتور ممدوح العبادي، شكرا على أيضا هذه وجهة النظر يمكن جديدة. يعني هل تتفق يا دكتور بأنه ممكن القضاء على هذا الخطر من خلال حرب عسكرية، وبالتالي إحنا يعني ننهي عدو أمامنا، وهذا العدو يعني عدو غامض ولا يحارب إسرائيل وإنما هو خطر علينا كأنظمة وشعوب عربية؟ يعني نتفق مع معالي الدكتور ممدوح العبادي حقيقة في تحليله، لأن لم يعد أحد يتحدث عن العدو الاستراتيجي لهذه الأمة المفروض أن يكون اللي هو إسرائيل. لكن في نفس الوقت أصبحت يعني هناك يعني مثل هذه يعني التظاهرات اللي هي هنا وهناك، لكن في نفس الوقت يعني أنا لا أعتقد أنه مثل هذه الحرب من الممكن أن تقضي على
تنظيم سري بهذا الشكل عن طريق الجو. يعني الجميع تحدث ومتفق أنه لا داعي لخوض حرب برية. الحرب البرية سوف تكون مكلفة جدا لجميع من يريد أن يدخل في هذه الحرب. اللي يعني الطلعات الجوية فقط لا تستطيع أن تقضي على مثل هذا التنظيم، علما من قبل لاحظنا أنه القاعدة بعدت يعني هذه السنوات، وبالتالي القضية بالأساسية كانت بالنسبة للقاعدة يعني مفهوم القاعدة في العمل السياسي كجهاد إسلامي تفشت وولدت القاعدة داعش والنصرة وجبهات إلى آخره. إذا لم يتم القضاء الحرب البرية مش هتكون موجودة أبدا دكتور حسن توقعات. كان الملكي يوم أو مبارح بقناة محطة السي بي إس الأمريكية حكى أنه اللي راح يخوض الحرب البرية هم العراقيين في العراق وقوى المعارضة المعتدلة في سوريا. يعني إحنا مقبلين على الدعم لحرب كويس البرية. يعني ممكن العراق له حالة خاصة والحالة السورية تختلف. بمعنى انه هل الان المعارضه السوريه ضد النظام السوري، المعارضه السياسيه من قبل المجلس الوطني للنظام الائتلاف حقيقه هل يوافق على الخوض في حرب ضد داعش ومن يقف خلف داعش؟ هو رحب أعتقد. هو رحب يعني بس برضه يعني هم يريدوا ان يفصلوا انفسهم عن هذا الامر. يعني كمان القضيه يعني خوضوا الحرب لحالكم، احنا ما لانه صار لهم سنوات يطالبون المجتمع الدولي تعالوا يعني مساعدونا أعطونا بدون بالأسلحة، ما في لا دولة عربية ولا الولايات المتحدة ولا العالم كله تدخل، تركهم لوحده جيش السوري الحر إلى آخره. يعني كنا نتحدث عن هذا الموضوع. لكن الآن يعني مثل هذه الحرب أن تقود المعارضة السورية الحرب ضد داعش وكي تنتصر عليها، أنا يعني في شك في هذا الأمر. إذن يعني القضية أبعد من ذلك أخي، حقيقة القضية أخطر من ذلك. القضية الآن يعني قضية بدأنا هذه الحرب اليوم لكن لا نعرف متى ستنتهي. وهنا الخطورة. طيب جميل، يعني أنا بدي نجاوب على السؤال يمكن الأول، هل إحنا يعني في ثمن اقتصادي ربما معاناة أو عجز بالموازنة ومديونية متراكمة، وبالتالي اضطر صاحب القرار في الأردن أن يخوض هذه الحرب يعني في وعود يمكن بدعم اقتصادي معين؟ أنا شوف يعني الدعم الاقتصادي مطلوب، لكن برضو احنا نعرف انه يعني انا يعني بشكل موضوعي كأكاديمي اعتقد انه مورست ضغوطات على الاردن من اجل اتخاذ هذا القرار. يعني لا اعتقد انه الاردن بمؤسساته السياسية وقف هذا الموقف برضاء الكامل، وهذا بالطبع قد تحدث في العلاقات الدولية احيانا تمارس ضغوطات تجبر الدولة على اتخاذ قرار لن يكون في مصلحتها. لكن الاردن بحاجة لدعم اقتصادي، لكن الاردن طالب من سنوات أن تمد الدول العربية يد المساعدة للأردن لحل الأزمة الاقتصادية، ولم تحدث ذلك. الآن يعني التلويح بأن وقوف الأردن إلى مع الولايات المتحدة وأربع دول عربية ضد داعش سوف يحقق بعض المكاسب المادية، يعني لا، لماذا علينا أن نذهب بهذا المظهر وكان نحن حقيقة يعني وراء المادة من دون أن يكون لنا مبدأ وإحنا نتاجر بقضايا ويعني خطورة بقواتنا المسلحة وأفرادنا لماذا علينا أن نذهب بهذا المظهر؟ بل بالعكس إحنا عندنا مبدأ يعني نحارب داعش، بس لا يسار من خلال الوقوف مع والتحالف مع الولايات المتحدة لضرب داعش، وممكن أن يعكس علينا هذا بشكل سلبي أكثر بكثير من المساعدات الاقتصادية التي من ممكن أن تأتي للأردن. يقول في مساعدات اقتصادية ممكن، لكن في نفس الوقت أنا أعتقد سوف تنعكس هذا بشكل سلبي على الوضع الداخلي في الأردن. لو نحكي بشكل سريع عن الخليج، يعني اللي هي أيضا مشاركة بهذه الحرب، وكان العداء الإعلامي يعني في قبل سنوات يعني فقط لدول الخليج هو إيران والبعبع الشيعي والتمدد الشيعي في المنطقة. الآن يعني السعودية أعلنت مشاركتها في هذه الحرب رسميا، يعني قبل قليل كان إعلان رسمي، وسمعنا أيضا عن طلعات جوية تابعة للسعودية وكذلك للإمارات. هل أيضا الخليج والأمن القومي للخليج يقتضي عليها أن يشارك بهذه الحرب، وهل هو بمعزل عن السيناريوهات المقبلة عليه ربما من يعني سيناريوهات تقسيم تتعرض لها السعودية؟ يعني شوف يعني لما نقول أنه شاركت الدول الخليجية في هذه الحرب أو يعني أنا يعني أتساءل يعني أين هي القوة العسكرية الخليجية حقيقة؟ يعني الأردن يمتلك قوة عسكرية معروفة، مؤسسة عسكرية قوية، السعودية ممكن، لكن دول البحرين يعني مع احترام لهذه الدول حقيقة يعني لا تستطيع أن تقوم بشكل فعلي
أما إذا أريد أنه يلا العالم كله ما ذاهب في هذا الاتجاه تعالوا نكتب معاكم. طب يعني خلينا على السعودية على الأقل اللي هي الشيء الأساسي. لأن يعني السعودية يعني كمان يعني من ممكن نتحدث أن نقول أنه داعش تهدد السعودية أكثر بكثير مما تهدد الأردن. يعني هذه قضية بطبع السعودية تعترف بذلك. يعني تخشى السعودية في المستقبل أن تنتقل فعلا. ويبدو في الفترة الأخيرة تم القبض على بعض الخلايا النائمة بالسعودية. لكن في نفس الوقت بعض الدول العربية يعني مشاركتها في هذه الحرب مشاركة بس اسمية ومعنوية من أجل أن تظهر أن هي مع هذه المعركة ضد داعش. لكن في قوى زي الأردن يعني عندها مؤسسة عسكرية قوية. لكن أنا أعيد وأسأل السؤال نفسه، يعني لماذا لم يتم اتخاذ قرار عربي بهذا التوجه؟ لماذا فقط أعلن عنه صباح هذا اليوم من قبل الإدارة الأمريكية قبل أن تعلن عنه الدول العربية الخمس؟ يعني لم يصدر قرار من لا من عمان ولا من الرياض ولا العواصم العربية الأخرى، بينما أول بيان طلع من الولايات المتحدة بأنها شاركت بالتعاون مع واضح إنه أمريكا يعني بدها تعيد يعني إحراج نعم يعني وسيطرة السيطرة على العالم كأنها هي الزعيم هي مسيطرة بس يعني يخرجوها بطريقة يعني نعم بطريقة معقولة. هي السعودية والخليج يعني دكتور بشكل سريع، يعني هل تحول العدو يعني لم يعد إيران، خاصة أنه شفنا كيف الحوثيين يسيطروا على صنعاء وما في أي تحرك أو أي موقف سعودي، مع أنه قبل سنوات استخدموا طائراتهم لتصف نعم مواقع الحوثيين. يعني هي يعني إيران ما زالت يعني قبل يومين اجتمع وزير خارجية الإيراني مع وزير خارجية السعودي الأمير فيصل، وهذا بيدل على أساس أنه هناك في يعني نوع من اللقاءات تتم بين دول الخليج وأيضا قطر علاقة مع إيران علاقة لا بأس بها. لكن في نفس الوقت يعني انعكاس هذا العمل على قوة دول الخليج بشكل قوي ضد إيران. أنا بعتقد الآن انتقلنا من العدو الرئيسي إسرائيل إلى ثم إيران إلى حركة سياسية جهادية الجميع يقف ضد دول 60 دولة. معقول يعني فجأة هذه 60 دولة غير قادرة على القضاء على هذا الفصيل عدد أعضاءه؟ يعني ممكن فعلا لو أنه بالحكمة وبالعقل يمكن القضاء عليها بطريقة أفضل وليس من خلال هذه الحرب التي أعتقد أنها حرب مفتعلة أكثر من حرب حقيقية. يمكن اللي ساعد على ظهور مثل هذه الجماعات المتطرفة العدو اللي قبله كان هو الإسلام المعتدل الذي تم حرمانه يعني من المشاركة بحياة سياسية أو ديمقراطية وتصنيفه كانوا جماعة إرهابية. هذه مهمة جدا وأنا في نهاية الحديث هذا حقيقة يعني لما تقول للشباب تقول لكم الإسلام المعتدل ساعتها ممكن نذهب إلى التطرف. إذن أيضا الأنظمة العربية لها دور في خلق مثل هذه التوجهات لدى الشباب من أجل الانخراط في هذه الحركات الجهادية الإسلامية بدل ما يكونوا يدخلوا في الجهاد أو في حركات إسلامية معتدلة. جميل، يعني احنا بناخذ وقفة صغيرة وبعد هذا الوقفة بدنا نحكي عن موضوع له علاقة كبيرة وهو الموضوع الأهم. ممكن ذكرت حضرتك أنه إحنا صار عنا تشويش من العدو، نسينا العدو الرئيسي إسرائيل، وفي تطورات على المشهد الفلسطيني ممكن نجزها هيك بدقائق بعد فاصل قصير دكتور. فاسمحوا لنا مشاهدينا الكرام بفاصل قصير ونواصل هذا الحوار مع دكتور أحمد سعيد نوفل، ابقوا معنا. ما هو دور وزارة الأوقاف في خدمة الحجيج؟ وما هي استعداداتها لموسم الحج؟ الحج تساؤلات وملاحظات، كل هذه المحاور وغيرها في لقاء خاص مع معالي وزير الأوقاف الدكتور هايل عبد الحفيظ داود.
قناة اليرموك الفضائية. مستمرين معكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة ومحاولة تفكيك غموض المشهد الإقليمي والتطورات المتعددة فيه، وكما هي تطورات بالبدء بمعركة داعش، كذلك الحال في الخليل. في فجر هذا اليوم كانت هناك مواجهات بين قوات الاحتلال ومجاهدين من أبطال القسام، ويعني كانت التهمة طبعا موجهة إلى قياديان من القسام في الخليل بأنهم كانوا وراء عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة التي كانت قبل يعني حرب غزة، والتي كانت ربما العذر أو السبب الذي استغل نتنياهو لبدء هذه المعركة. دكتور أحمد، يعني اليوم اعترفت وأعلنت يعني حركة حماس من أن القياديان الذين تم استشهادهم اليوم في هذه العمليات في الخليل هم اللي كانوا وراء عملية اختطاف الجنود الثلاث. أيضا مشهد معقد اليوم لحتى عرفنا رسميا مين اللي اختطف المستوطنين الثلاث. كيف ترى المشهد أيضا في فلسطين بعد يعني العصف المأكول؟ ويعني جميع الأراضي الفلسطينية وبالذات في منطقة الخليل حقيقة يعني جيدا بأن هؤلاء الشباب هم من حماس. وبعتقد بذكر هنا في تصريح لأبو الوليد خالد مشعل يعني تحدث بشكل غير مباشر إنه إحنا ما اضطربنا منهم، لكن هم يعني العملية ليس بالضرورة أن نتصل فيهم بالتليفون يعملوا، لكن هم عارفين شغلهم بالضبط. يعني طبيعي يعني لماذا على الفلسطينيين في الضفة الغربية أن يبرروا نضالهم ضد الاحتلال؟ يعني أنا بستغرب حقيقة فعلا، يعني بدون ما ياخذ اوامر من حماس ولا من جبهه الشعبيه او في احتلال اسرائيلي موجود في الاراضي الفلسطينيه، كيف من الممكن ان تتعامل مع هذا الاحتلال؟ واضح الامور بالمقاومه بشتى انواع المقاومه. يعني هل المفروض للقواسم الله يرحمه يستشهد اليوم انه ينتظر فاكس او تليفون من الخارج او من قياده حماس اعمل؟ يعني بالطبيعي عندما يرى هناك ثغره امام الاحتلال يستطيع ان يوظفها يستغلها من اجل يعني مقاومه الاحتلال، هذا شيء طبيعي. لكن غريب الأمر أنه هذه القضية التي مرت اليوم مرور الكرام بالإعلام العربي كل الجميع يتجه نحو داعش، لم يعد أحد يتحدث عن هذه المجزرة التي حدثت اليوم، برضو اعتقال شباب واعتقال وحصار لأهالي يعني من عائلة القواسمي فعلا يعني هذه القضية أصبحت ثانوية. هنا الخطورة. يعني أنا بتفق مع الدكتور ممدوح العبادي لما تحدث أنه العدو الأساسي هو إسرائيل، وأي يعني دائما في مثل فرنسي بيقول لك شخشيه لفام، ابحث عن دور المرأة في أي جريمة بتحدث. أنا دائما بقول في التحليلات السياسية ابحث عن دور إسرائيل في أي مشكلة تحدث في منطقتنا حقيقة. في علاقة بين المرأة وإسرائيل يعني؟ بلا شك. يعني ممكن نقول قصدي إنه لابد أن يكون لإسرائيل دور يد. حتى في داعش يعني. 100%. يعني إن كان مش بشكل مباشر لابد أن يكون. لماذا لم تطلق رصاصة واحدة من الجولان السورية على إسرائيل؟ وهم هي قبالك. يعني هذا يخليك تتساءل أيهما أهم؟ لداعش ولا غير داعش؟ هم يقولوا انه عقيدتهم القتاليه بانه يجب ان نحرر ما حول اسرائيل من انظمه فاسده عميله كافره مرتده كذا كذا حتى نصل الى العدو الرئيسي. يعني هكذا هم يقولوا. ايهما اشد خطوره؟ احتلال الاقصى، احتلال الاقصى والقدس، ولا تحرير الانظمه او الدول العربيه من الانظمه الفاسده؟ انا بعتقد احتلال يعني مقاومه الاحتلال اكيد صحيح. يعني شيء طبيعي يعني مش هم يعني يكفروا حماس والمقاومه بشكل عام. نعم. يكفروها يعني ولا يعتبروها يعني هذا الكلام مش مقنع. هذا الكلام حقيقه مش مقنع يعني لا يستطيعوا، لكن هم لهم هدف سياسي يختلف عن هدف مقاومه الاحتلال في الاراضي الفلسطينيه. ايضا الموضوع الاخر يعني الان في القاهره يعني اصبحت القضيه الفلسطينيه هي قضيه ثانويه في الساحه العربي في الاعلام العربي والاعلام العالمي حتى شيء، وكانها يعني ايام حرب غزه يمكن عادت الى الصداره والان عادت برده تراجعت. وهذه مصلحه اسرائيليه. هذا بالفعل فاعل مش صدفه يعني هذا فعل في مخطط. يعني البعض كان ضد عقليه المؤامره، هذه قمه المؤامره على القضيه الفلسطينيه. يعني الآن يعني المشهد فيه نوع من الغموض، لكن ستثبت الأيام وليست بعيدة على ما أعتقد بأن إسرائيل لها دور كبير فيما يحدث في الساحات العربية. طب ممكن هيك إذا عندك تحليل ربما لموقف إسرائيل من كل ما يجري، شو دورها، كيف هل هي يعني تدير المشهد يعني حقيقة يعني ليس بالضرورة هي يعني عادة في المسرحيات والأفلام الكبيرة في هوليوود ليس بالضرورة مخرج واحد. يعني هناك جزء مخرج مساعد، مخرج رئيس يعني الولايات المتحدة مع إسرائيل مع بعض القوى الغربية مثل بريطانيا يعني يقومون بإخراج هذه المسرحية ممثلين في الساحة العربية. إذن إسرائيل لها دور.
يعني لكن اهم شيء انه نعرفه هل في سيناريو يعني مكتوب وموضوع والان عم بيتنفذ ولا هو يعني كل شوي ابديت يعني بصير في سيناريو جديد او تحليل جديد شو نسوي؟ ما في شيء ابديت يعني يعني في استراتيجيه يعني لا نفكر انه والله مش اول باول الشغله فزعه تعالوا نعمل داعش عملت هيك قامت بذبح صحفي امريكي ردود فعل لا يعني هي ممنهج انا بعتقد العمليه ممنهجه بشكل كبير من قبل من يقف وراء داعش وايضا من قبل داعش وايضا من يتعامل مع داعش بهذه الصوره النمطيه انه داعش تنظيم معروف لكن ردود الفعل العربية على هذا الأمر كان لابد أن تكون أكثر حكمة حتى لا نقع في المأزق الذي طلب منا أن نقوم بتمثيله بعيدين عن المصالح الداخلية لكل دولة عربية على حدة. إسرائيل لها دور في هذا الموضوع بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لكن في نفس الوقت المشهد في المستقبل أين نحن أمام خلينا نظرة يعني استشرافية للمستقبل. هل حقيقة نحن مقبلين على مرحلة يعني ممكن القضاء على داعش ومن يقف خلف داعش بشكل سريع؟ أنا أشك في ذلك. بدأنا المعركة اليوم لكن لا نعرف متى سينتهي هذا الملف. يعني ممكن نربطها بتصريحات كونداليزا رايس والفوضى الخلاقة وغيرها. البعض يبسط من هذا الموضوع بيحكي كيف تعتمد على تصريح لوزيرة خارجية أمريكية، والبعض يقول إنه هذه استراتيجية أمريكية زي ما بتحكي استراتيجية موضوعة. يعني انت سألتني عن إسرائيل، إسرائيل يعني تتحدث صراحة عن استراتيجيتها بالتحالف مع الغرب هي تفتيت الوطن العربي الآن حقيقة. يعني قلت لك أنا مرة أنا عملت كتاب عن دور إسرائيل في تفتيت الوطن العربي حقيقة لإسرائيل دور واضح في استراتيجيات في مراكز دراسات إسرائيل تتحدث صراحة كيف علينا قسم العراق سوريا السودان السعودية موجود، وهذا يعني يدخل على مراكز دراسات إسرائيلية تتحدث صراحة عن هذا الأمر. الآن حقيقة ما يحدث هو عبارة عن تنفيذ لهذه الاستراتيجية. بالسابق كانت إسرائيل لا تجرؤ على يعني على تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية لوحدها. الآن مع الأسف لم تعد الولايات المتحدة فقط تقف مع إسرائيل تنفيذ هذه الاستراتيجية، أصبحت بعض الدول العربية بشكل جواب غير مباشر تقوم بتنفيذ هذه الاستراتيجية. طيب خلينا أيضا نتواصل يعني قبل نهاية هذه التغطية مع أيضا زميل حضرتك في العلوم السياسية أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الستار قاسم من الضفة الغربية. دكتور عبد الستار السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وتحيتي وتحية لضيفك الكريم. نعم دكتور، يعني معنا الآن ضيفنا هو زميلك أيضا أستاذ العلوم السياسية الدكتور أحمد سعيد نوفل، ونتحدث عن الله عن تطورات المشهد والغموض الذي يلفه. يعني يمكن الإعلام كله سلط الضوء اليوم على معركة وحرب داعش، لكن تناسى التطورات الحاصلة في الضفة الغربية وفي الخليل. كيف تصف لنا المشهد لديكم في الضفة وخاصة في محافظة الخليل؟ الكريم أنا لا أعتقد أنه سيترتب تداعيات على ما جرى في الخليل. طبعا السبب واضح أنه الشعب الفلسطيني غير موحد والفصائل تصر على تمزيقه وتفتيته، وقوة الدفع لدى الشعب الفلسطيني أيضا ضعيفة ضعفت مع الزمن. صحيح هي ارتفعت قوة الدفع أثناء الحرب على غزة لكن عادت إلى سابق عهدها من ضعف، وهي لا تؤهل الشعب الفلسطيني إلى القيام بعمل يتحدى الإسرائيليين. والإسرائيليون تقديري أنهم مطمئنون الآن بأن الضفة الغربية غير قادرة على الحراك. والسبب الثاني وأن السلطة الفلسطينية أصلا متعاونة مع الإسرائيليين ضد ما يسمى بالإرهاب، وسبق أن أدينت عملية الخليل، وبالتالي لا يؤسف بالنسبة للسلطة على الذين قاموا بها. فلا نتوقع حقيقة رد فعل لا رسمي ولا شعبي بالنسبة لما يحدث. يأس كثير دكتور، يعني مش متفائل أبدا. مش متفائل أبدا حضرتك؟ لا مش متفائل، الوضع الفلسطيني سيء جدا ونحن ضعفاء. يعني إذا بدنا نحن نكون على مستوى التحدي نحن بحاجة ماسة إلى إعادة بناء المجتمع. الخراب والدمار الذي لحق بالمجتمع الفلسطيني أخلاقيا واقتصاديا واجتماعيا على مدى 20 عام ليس بسيطا، أهلكنا ووضعنا حقيقة في مأزق كبير جدا وفي أوضاع نفسية ومعنوية أيضا منخفضة إلى حد كبير. طيب
يعني أنا شاكر جدا لحضرتك دكتور على هذه المداخلة البسيطة السريعة ولكنها يعني قيمة جدا وتصف لنا الحال ربما المشهد لديكم. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية من الضفة الغربية. بس يعني بنعم أو لا يمكن الوقت أدركنا دكتور، هل تتفق مع الدكتور عبد الستار اللي يعني إحنا مش على مستوى التحدي ومش على قد التحديات والشعب غير موحد وبالتالي يعني إحنا مش جاهزين لأي تبعات بعد أحداث الخليج؟ يعني شوف يعني متفق إلى جزئية كبيرة من اللي تفضل فيه دكتور عبد الستار قاسم ويعني صديق عزيز، لكن في نفس الوقت لما نقول احنا يعني انا بعتقد لما نقول احنا في قطاع غزة حقيقة في صمود يعني اثبت فعلا هناك في نضال حقيقي ما زال يقوم به الشعب الفلسطيني. هو وصل حل الضفة، الضفة الغربية اتفق معه كامل اتفاق حقيقة استطاعت السلطة الفلسطينية ان تدجن الفلسطينيين وما عاد يفكروا بان الاحتلال هو سبب مشاكلهم وبالتالي التنسيق الامني انعكس على المجتمع الفلسطيني، اصبح هذا المجتمع بس ينتظر نهاية الشهر ليأخذ على راتبه ويأكل يعني ويشرب. ثقافة المقاومة ازيلت من الضفة الغربية وهذا بفضل السلطة الفلسطينية والتنسيق مع إسرائيل. الكلام وراءه كلام. لحضرتك أستاذ العلوم السياسية دكتور أحمد سعيد نوفل، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لنا في هذه التغطية الخاصة، وسنستمر معكم في قناة يرموك ونكون قريبون منكم ونحاول أن نكون قريبين يعني تبسيط ووصف المشهد القادم في المنطقة في ظل كل هذا الغموض الذي يلفه خلال هذه الساعات وربما السنوات القادمة. شكرا جزيلا وفي أمان الله.